أعزائي مشاهدينا ومتابعين موقع عوان مصر، مساء الخير على حضراتكم. برحب بحضراتكم في كل مكان من محافظة الشرقية. النهاردة موجودين مع حضراتكم في لايف جديد من قرية التكياد التابعة لمركز ومدينة فاوس. النهاردة هنعرض لحضراتكم تفاصيل واقعة يعني غريبة من نوعها، تقريبا أول مرة تحصل في مصر، أول مرة نشوف واقعة زي كده. إن أحد مسؤولين يعني مجموعة من المسؤولين بأحد بنوك رجال الأعمال أوهم أهالي القرية إن هو تابع لجمعية خيرية، وهم أهالي القرية إن هم تابعين لجمعية خيرية، وإن هم يعني هياخدوا بطايق الرقم القومي الخاصة بيهم، وأوهموهم إن هم هيجيبوا لهم مساعدات عبارة عن كراتين مواد غذائية وبطاطين وما شابه ذلك. يعني متابعينا النهارده معانا احد الضحايا الحاجه ريا، هتعرض لنا يعني ازاي اتنصب عليها وازاي اكتشفت ان هي عليها قروض ملايين بدون علمها. اهلا بك يا حبيبي. اهلا بك يا حبيبي. هي اجت لنا على سهوه كده وقالت في جمعيات بتاعت لحمه بتاعت حلاوه بتاعت هاتها انا اجيب لك عشان انت معاكي بنات خلنا نساعدك. فانا يعني عشان امنا الها جارنا معانا هي وقاعده ساكنه هنا امنين الها. فديتها البطاقة ما نعرفش بقى عملت ايه، ليلة واحدة وتاني يوم راحت جابها البطاقة وعلبة الحلاوة، والله ما شفنا بطاطين ولا كراتين ولا اسم حلاوة أي حاجة من ده. بس يعني المساعدات اللي وعدتكم بيها ما لا ما وفتش، لا ولا شفنا أي حاجة. واحنا عشان هي معانا هنا مأمنين لها قلنا يعني ده أنا عداها واحدة من بناتي يقوم تلعب بينا الله يسامحها. طب ازاي اكتشفت انك انت عليكي قرض؟ اكتشفنا اما العزبه اتلمت بقى وطلعوا وقالوا تعالي ده عليكي قد كده، وصحونا من النوم والله تعالي شوفي عشان في البنات اللي واخده دي واخده دي واخده دي واخده بطايق كثيره وانتوا لكم بطايق معاها، تعالي خلينا نشوف كده النظام ايه. رحنا قال له بقول عليكم 49,000، انا عليا 49,000، انا شفتهم فين؟ والله ما شفت البنك ده ولا انا عارف سكتوا فين. وانا هجيبه لايه؟ لا 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 انا عملت ايه اول ما عرفت انك انت عليك قرض؟ عملنا ايه؟ ما احنا حدانا اجى حصل حدانا ذهول فروسنا ولا بننام لا ليل ولا نهار ولا واكل ولا شرب، عملنا ايه؟ هنعمل ايه؟ وهاد احنا بنجري مصاريف ووجع قلب وروح وجاي ولا وصلنا لحل. ادي هي انا اول ما عرفت اتحركتوا على الاسم او عملتوا حركه مبادره؟ اه رحنا تسحرينا قالوا عليك 49 وبنت طلع عليها 45 يعني 25. طب هنجيبهم من فين دول؟ قلت لا انا مش معايا، انا لو كان يجي لو ما يجي مسكين هروح في الصين واداني هناك لما اموت ولا دافع ولا معايا حاجه. راجلنا متوفي مش معايا اولاد، معايا 5 بنات وعماتهم 2، ما هو الجيران عارف. وهجيب لها الحاجات دي منين؟ يعني الله يسامح. انتوا كنتوا طمعانين ان هم يساعدوا؟ احنا بنحسبها هي 300 جنيه تتفاجئ انك عليك والله يا ابني وحياه اللي يرضيك ما فيك ولا كرتونه ولا بطانيه ولا اسم حاجه، علبه حلاوه كده اكرهوا اللي احنا شفناه. طبعا علبة الحلاوة دي كانت يعني بتسحبك للفخ اللي هي وهي حرة هي تشيل الباقي بقى، احنا هنعمل ايه؟ ما شفناش حاجة. الله يديها من نيتها. هي لسه قاعدة معاكم في البلد هنا؟ ما هي لحالها هنا، ده معاها 4 عيال وجوزها وبيتها هنا. طب يعني هي ما حاولتوش تواجهوها بالكلام ده او تتكلموا معاها او كده؟ بنواجهها بتطير ورانا. بتطير ورانا بحديدة. اللي راحوا ليها بتجري وراهم بالحديد تقول ما فيش حد يجي هنا كده يعني. هنواجهها ايه تاني؟ وبعد كده مشيت بقى، اللي يقول طفشت واللي يقول راحت السجن. بس ده بقالنا اكتر من شهر لسه ما جاتش. هي لسه شغاله في البنك؟ لا انا ما اعرفش البنك ده، ما اعرفش. يعني انت ما رحتش البنك خالص؟ والله ما اعرف ان احنا ولا حتى بعد ما عرفت المشكله دي؟ والله ولا نزلت نهائي يا ابني لحدت اللي هي بتاعت البطايق دي ولحدت اللي هي المحكمه الجنائيه دي. بس مره واحده اللي رحت مع البنات انا رجعت وجاني ما بقدرش امشي وباخد برد وكده. انت اميه ما بتقرايش ولا بتكتبي؟ لا 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 لا. انت عندك اولاد يا حاجه؟ لا يا حبيبي عندي 5 بنات. عندك 5 بنات. طب انت يعني الست دي باقي الناس يعني هي اهل القريه كلهم كده عليهم قروض بسبب الست دي دلوقتي؟ اللي جايب كارد جابت عليه واللي ما جايش جايب خدت بطاقته جايب عليها وكده كل العالم اللي انت شايفهم دول. وبعدين هم دول شويه ده حبانونا دول ده العزبه من كامل من جوه ناس كتير كله منعصي كده.
العزبه كلها البلد كلها على كروب. اه عليه. يعني انت عمرك ما جبتي قرض يا حاجه ولا؟ والله ما جبت قروضه ولا اعرف القروضه دي بتتعمل ازاي ولا بيجوا ازاي ولا البنك دي خشيته نهائي العمر كله. هجيبه لايه؟ اهي ماشيه وخلاص. طب دلوقتي الاجراءات اللي انتم ماشيين فيها ايه دلوقتي يعني؟ اجراءات ايه؟ هم البنات بلغوا اللي كده وماشيه القصه، مش عارفين هيتم ايه معاها. واحنا خايفين من الحاجات دي، واحنا يا ريت ربنا يهديهم ويبعثوا لنا حاجه غير اللي احنا مصاريف الصرف اللي صرفناها دي، يعوضونا اي حاجه حتى يا ريت. انتوا كده بدل ما تاخدوا كرتونه بقيتوا صرفتوا. صرفنا هدي، بقيت نستلف ونمشي. والله بقيت استلف ونمشي، وبنت بقيت تستلف وتمشي. في مصدر دخلك ايه يا حاج؟ مصدر دخلي ايه يا حبيبي؟ ما فيش الا القبضيه، بقبض 320. اها، ولا شغل ولا عندي حد بيشتغل ليا ولا حاجه. مصدر من الدين الحبايب. اهو، وانت ايه؟ وانت ولادي برضه كلكم. الله يبارك لك يا حاج. يعني 320 جنيه اللي بتصرفي منهم؟ اه، ده بجيبهم واسلمهم والله من بيتي في جيبتي. بنجيب من الدكان عليهم. بجيبهم واسلمهم في نفس الوقت. الحمد لله ماشية، والحمد لله فضل ونعم. الحمد لله. إن شاء الله يا حاجة. على الصلاة والسلام. يعني على الصلاة والسلام. حقك هتدي بالقانون. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله ربنا هيجيب لك حقك. يا سيدي ربنا يفاديكوا، وربنا يفاديكوا يوم، ربنا يفاديكوا حق النبي يسترها معاكم. هنعمل إيه يعني؟ مش بدنا حاجة يا حبيبي، مش بدنا حاجة والله. والحمد لله ربنا يخلي النافعين. كده أنتوا كده مع أنتوا. معاكم محامين ان شاء الله. اه ان شاء الله. المحامين قالوا لكم ايه يا ولد؟ انا مش بروح، انا بنت اللي بتروح مع البنات، انا مش بروح عشان انا ليا وضع تاني، ظروفي انا تعبان، انا ما بقدرش امشي كتير يعني. هي اللي بتتحرك وهي اللي بتشوف موضوع المحامين. اه ان شاء الله. اه الاجراءات القانونيه وكده. ان شاء الله ان شاء الله. انت رحت المركز والنيابه وحضرتك حاضر وماشيين قانون. اه ان شاء الله يا حاج حقك يرجع ان شاء الله. ربنا يهيئ خير يعني. ربنا يهيئ خير يا عم، ربنا ما يحرمنا منكم ان شاء الله. كل اللي ظلموكم ان شاء الله هيتحاسبوا، واحنا في دوله قانون واحنا الحق مش هيضيع ان شاء الله. عند الله هناخد. يلا الحمد لله. متابعينا يعني زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا معانا، الحاج راي كان بتعرض مأساتها في ان هي اتنصب عليها بحجة ان يجي لها كرتونة موظفين بأحد بنوك رجال الأعمال أخذوا بطاقتها وجابوا عليها قروض، وهي ما تعرفش أي حاجة عن القروض دي. ويعني اللي ظهر ان أهالي القرية كلهم طلع عليهم قروض بدون علمهم. تابعينا، كنت مع حضراتكم محمد صابر المهر مراسل محافظة الشرقية. شكرا على حسن الاستماع والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.